فإن من فضل الله تبارك وتعالى علينا أهل بلاد الحرمين وعلى المسلمين أن جعل الله تعالى بلادنا مهبط الوحي وقبلة المسلمين ومثوى الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة أصحابه ومنطلق الرسالة الخاتمة ومصدر هدى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ومأرز دين الإسلام في آخر الزمان وموطن خير قرون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس الذين هم أعلم الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والذين فهموها وعملوا بها وطبقوا دين الإسلام متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه أرضى الله تعالى عنهم وهم يمشون أحياء على الأرض فأقرهم عليه وأثبت رضاهم عنه وحظ الأمة على الأخذ عنهم والتأسي بهم في آيات محكمات تتلى على مسامع أهل الإسلام منذ نزلت وإلى أن يأتي الله تبارك وتعالى بأمره. أيها المسلمون، وإن من فضل الله تعالى علينا أن طهر بلادنا بلاد الحرمين من أرجاس الشرك ونجاسة أهل الجاهلية، ولم يجعل لدول الكفر سلطانا علينا، فحرم أن يزاحم الإسلام أن يزاحم دين الإسلام فيها من أي دين آخر، لا سماوي منسوخ مبدل ولا أرضي مخترع مضلل، ومنع إقامة أهل الكتاب والمشركين في ديار الإسلام إقامة دائمة تقتضي أن يكون لهم حق فيها أو نظر في ولايتها وإدارتها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود حين استعملهم في خيبر: نقركم فيها ما شئنا، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. معشر المسلمين، ولقد تمم الله تبارك وتعالى إنعامه على بلادنا بأن صانها من تسلط المستعمرين الظالمين، فلم يجعل لدولة كافرة من أي ملة ولاية على الحرمين ومن فيها من المسلمين، فسياساتها الداخلية والخارجية وإداراتها الداخلية وقراراتها المصيرية بحمد الله لا تتحكم فيها الدول الكافرة أو الهيئات والمنظمات الدولية الضالة المضلة، بحيث تملي أو تفرض عليها من الموروثات الأممية قوانين الوضعية ما يخالف الشريعة الإسلامية. معشر المسلمين، ومن جليل إنعام الله تعالى علينا في بلاد الحرمين أن جعلنا وجعل سبحانه ولايتنا بفضله ومنه ولاية شرعية أصيلة معمرة منذ ما يقارب قرنين ونصفا وزيادة، ملتزمة بتحكيم الكتاب والسنة بفهم ومنهاج السلف الصالح من الأمة على وجه لا يوجد له نظير اليوم أو مقارب في عالم الناس، فضلاً عن أن يكون له ند أو مزاحم مضاد، كما أمدها سبحانه بتسديد أمد سبحانه ولايتها بتسديد منه ونصر وتأييد، وأنزل عليها من بركات السماء وأخرج لها من كنوز الأرض ورزقها من طاعة ورضاء ووفاء الرعية والقبول والأهلية لتمثيل الدول الإسلامية في المؤتمرات والمحافل الدولية، ووهبها سبحانه من السياسات الناجحة الداخلية والخارجية ما جعل العالم أجمع يعترف بحكمتها وجدارتها وأهليتها لتمثيل الإسلام وأهله وخدمة الحرمين الشريفين والمحافظة على مثوى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم.
وأزواجه أمهات المؤمنين، وخاصة خلفاء وخاصة من خلفائه الراشدين المجاورين، وأن تكون بلادنا المرجع الموثوق والمعتمد عليه في حل قضايا المسلمين وأمم الأرض أجمعين، لما تتميز به سياساتها بحمد الله في الجملة من الواقعية والاعتدال والإنصاف وبعد النظر ومراعاة مصالح الأجيال، مستضيئة بنور الشرع القويم، مستفيدة من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأئمة الأمة أهل القرون المفضلة، ومن عبر التاريخ وتجارب الأمم، ملمة بواقع الأحوال، حذرة من المؤثرات السلبية الموروثة أو المنتظرة التي قد تستغل لإجهاض الحل أو إفساد المشروع. معاشر المسلمين، ومن نعم الله السابقة علينا أهل بلاد الحرمين أن حفظها سبحانه وتعالى ثم بمنه ثم بحكمة وحزم ولاة أمرها أثابهم الله وسددهم وأعانهم، فصانها أن تكون ملاذاً أو منطلقاً لأدعياء الإسلام المستهزئين بشعائره وشرائعه، العابثين بحرمات أهله من مدعي الجهاد وعصابات الإجرام وقطاع الطرق وشذاذ الآفاق كجماعات الجهاد الخارجي المعتزلي وجماعات داعش والحوثيين وأمثالهم وغير ذلك من مراكز الفكر الصوفي الباطني وسدنة بيت النار المجوسي وورثة الكبر الكسروي الفارسي والمنتسبين لهذه الأديان المنحرفة والمخترعات الباطلة، ومع ذلك ينتسبون لأهل البيت زوراً وبهتاناً وخداعاً لعوام المسلمين وشبابهم. لقد طهر الله تعالى بلادنا من هذه الأرجاس الحادثة المجرمة الآثمة التي عاثت في الأرض فساداً وأساءت صورة الإسلام وجرت الويلات على المسلمين وحرماتهم وسببت شماتة كثيرين من أمم الأرض بحال أهل المسلمين. معاشر المسلمين، ومن نعم الله تعالى وآلائه وكريم آلائه أن موسم الحج من كل عام والذي توجه الله تبارك وتعالى بحج هذا العام بما فيه من مظاهر العمارة للبيتين ونظم الحج والزيارة وما وجد في ذلك من تيسيرات الأنفاق والطرق والتعامل وتوفير الأمن والراحة ورغد العيش وتوفير السقيا والإرشاد الديني في شؤون الحجاج وخدمات الصحة والنظافة وكافة الطوارئ والتوسعات والمباني متعددة الأدوار في الحرمين والمشاعر وكافة مواضع أداء الشعائر بأحدث الوسائل وأدق التقنيات وأساليب متقدمة وأداء يسير وسريع ومتميز وغير ذلك من المشاريع الضخمة المتنوعة التي لا يتسع المقام لبسطها فضلاً عن إحصائها وذكر إيجابياتها على قصاد الحرمين ومواطن النسك، والتي تحققت بحمد الله بأضخم كلفة وأدق معايير وأتقن تصاميم وأوجز وقت وبطيب نفس وسخاء وحسبة، كل ذلك معاشر المؤمنين وغيره بمثابة لوحة فنية معبرة صادقة عن جهود هذه الدولة الميمونة المباركة الدؤوبة حرسها الله تعالى بعنايته على خدمة الحرمين وحسن ضيافتها للحجاج والمعتمرين
وانموذج على محبتها وسعيها في تحقيق الخير للمسلمين، وأنها بحمد الله وتوفيقه مباركة مسددة جديرة بما هيأها الله تعالى له من خدمة الحرمين والعناية بكافة شؤون المسلمين، وأنها محبة وساعية في تحقيق مصالح المسلمين والدفاع عنهم وعن أوطانهم وأعراضهم وحرماتهم، وأنها قطب رحى العالم والنظر الدقيق الدؤوب فيما يهم المسلمين في الحاضر والمستقبل. معاشر المؤمنين، ومن ذلكم أيضا وهو من جليل العبر ولطيف الله تعالى بنا في القدر ما قد وفق الله تعالى له دولتنا المباركة بمنه وكرمه من نجاح خططها فيما اتخذته تجاه الوباء المسمى بكورونا من حجر وإجراءات احترازية ومراحل علاجية والتزامات مالية محلية ودولية في تصنيع اللقاحات ومساعدة دول ومجتمعات وإلزامات جزائية، وأعظم ذلك صيانة الحرمين الشريفين في مواسم الحج والعمرة من أن يكونا بؤرة لاستقبال أو نشر الوباء بين مجتمعات المسلمين خاصة ودول العالم عامة، حيث سدد الله تعالى ولاة أمرها وجهود مؤسسات الدولة بتلك الخطط والإمكانات والالتزامات والإلزامات والمبادرات والحزم في التقليل من أضرار ومخاطر ذلك الوباء وتضييق دائرة انتشاره وتقليل وقع آثاره بشكل يظهر للعالم كله، وهذا ما شهد به العالم بأسره بقياداته ومنظماته ومؤسساته للمملكة العربية السعودية بالسبق في هذا المجال ونجاح السياسة والخطط في هذا، مع الأخذ بالحزم والاتكال على الله تعالى ونجاح برامج التنفيذ وغير ذلك من الإجراءات المتخذة في هذا الصدد. ذلكم كله عباد الله من فضل الله علينا أهل بلاد الحرمين ومن آلائه العظيمة فينا، فلنذكر ذلك ولنشكر الله تعالى عليه ولنستعن بنعم الله تعالى على طاعته ولنحافظ على نعمتنا، ونسأل الله العافية من البليات التي أصابت من حولنا وأن يعافيهم الله تعالى كما عافانا وأن يحفظ نعمه على الجميع. ألا وإن الجهات المعنية بهذا الوباء تؤكد عليكم وعلى أهل التعليم خاصة، عليكم عامة وعلى أهل التعليم خاصة، الأخذ بالتطعيمات المفروضة والميسرة أسبابها قبل ابتداء الدراسة حتى تكون مواضع التعليم آمنة مطمئنة، وحتى لا ينتشر الوباء بزيادة ولا تتسع دائرته. فأطيعوا الله تعالى وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا ولاة أمركم وتوجيهات مؤسسات الدولة، فإن ذلكم في هذا المجال من طاعة الله تعالى ومما يتعبد له به سبحانه، فتطلب مثوبته وعافيته وتتقى بليته وعقوبته. خذوا بذلك واحتسبوا وانشروا ذلك بينكم وتعاونوا عليه وتواصوا به، فإنه من التواصي بالحق والصبر والمرحمة ومن التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.